بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 68. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من درسنا الأسبوعي المتجدد شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث بيان آداب الدعاء إذا أراد المسلم أن يدعو ربه، فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يحتاج إليه، وهذا من أسباب قبول الدعاء. وفيه تعليم الجاهل. نعم. ولأبي داود عن ابن مسعود قال: من السنة أن يخفى التشهد. من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفى التشهد، بمعنى أنه لا يجهر به، وإنما يقوله سرا، يقوله المصلي سرا ولا يجهر به، مثل ما يجهر بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس اليوم يجهر بغالب أذكار الصلاة السرية، فتسمع بعد الرفع من الركوع تحميده، وتسمع جلوسه بين السجدتين، وتسمع التحيات أغلبها. مثل هذا في الصلوات السرية اعتاده بعض الناس، هذا غلط، وهذا يشوش أيضا على أولا أنه خلاف السنة، فإن الدعاء يسر به، وثانيا أنه يشوش على المصلين. نعم. أحسن الله إليكم. ولأبي داود عن أبي هريرة: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، من أراد أن يكيل بالمكيال الأوفى في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، فليقل: هذه الصلاة التي وردت في هذا الحديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وأزواجه وذريته، إنك حميد مجيد. هذا أكمل الألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. نعم. وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. نعم، كانوا في الأول يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، يقولون هذا في تشهدهم. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن يقولوا التحيات لله، فالله جل وعلا يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. نعم. ولأبي داود عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: وعلمنا أن نقول: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. وهذه صيغة من صيغ التشهد الأخير، فإذا قال بها فإنه يوافق السنة أيضا. نعم. ولمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. نعم، إذا فرغ من التشهد الأخير الذي قبل السلام فإنه يستعيذ من هذه الأربع: عذاب جهنم وهي النار، من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت، وهو القبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وهذا عذاب البرزخ، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. فالقبر هو دار البرزخ، يعني محل الانتظار، محل الانتظار بين الدارين: دار الدنيا ودار الآخرة. فيستعيذ بالله من هذه الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، يعني من النار، هذا من أسماء النار، النار لها أسماء، النار جهنم والقارعة وسقر، ولها أسماء كثيرة نعوذ بالله منها. عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر، وأن الميت ينعم أو يعذب في قبره، وعذاب القبر ثابت بالأدلة: نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة الابتلاء والامتحان، لأن المسلم يبتلى في حياته ويختبر ليثبت إيمانه، ويتبين المؤمن الصادق من المنافق بهذا الامتحان، فهو يمتحن في حياته ويمتحن في قبره، يأتيه ملكان يمتحنانه يعني يختبرانه، يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. والمنافق والمرتاب يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. ولهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فذكر الأربع إلا عذاب جهنم، وفيه: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم، هذه زيادة في هذه الرواية، تقال: أعوذ بك من المأثم والمغرم. مأثم جميع المعاصي، والمغرم هي الخسارة الدنيا والآخرة.
وكذلك الدين، لأن الدين مغرم وهو يعني يحمل الإنسان على الإثم، لأنه يريد أن يسدد مغرمه، فقد يكتسب مالا حراما أو يغتصب مالا حراما أو ما أشبه ذلك، فالغارم يكون عليه مشقة في غرمه حتى يتخلص منه. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء المشروع في خاتمة الصلاة وقبل السلام، هل يشرع لمن تنفل أن يطيل قبل السلام ليدعو الله تعالى، لا سيما إذا كان في وقت أو جاب مثل الأذان بين الأذان والإقامة ونحوه؟ يعني في الصلاة ولا يطيل النافلة ولا يسلم إلا أن يفرغ من الدعاء، يعني لو مكث مثلا بين ما يقوله في الفريضة يقوله في النافلة، ما يقوله في الفريضة يقوله في النافلة، لأن كل منهما صلاة. نعم. لكن هل يشرع له أن يزيد مثلا يطيل قبل السلام ويدعو الله كثيرا؟ نعم له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. نعم. وهذا الدعاء دعاء عظيم شامل، وهو من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وهو دعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة، فيدعو به في صلاته وفي سائر دعواته في داخل الصلاة أو خارج الصلاة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أي أطل في عمري ما كان ذلك في علمك أنه يصلح لي. نعم. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وتفوض الأمر إلى الله، في لم يقل اللهم أطل عمري أو عجل بموتي، بل فوض الأمر إلى الله عز وجل وعلم الله، فيحييه ما علم الحياة خيرا له، ويميته إذا علم أن الموت خير له. نعم. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الحضور يعني في الغيب، غيب عن الناس، والشهادة عند الناس، بل المسلم يخشى الله جل وعلا سواء كان مع الناس أو خاليا عن الناس. نعم. وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، أن يقول الحق وسواء كان راضيا أو غضبان، ولا يحمله الغضب على أن يقول كلاما محرما أو يتلفظ بألفاظ سوء. نعم. وأسألك القصد في الفقر والغنى، القصد يعني في الإنفاق، وهو التوسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. وأسألك نعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد، والنعيم هو العيش الطيب والراحة والسرور وغير ذلك، لا ينفد يعني لا ينقطع،
نعم. وقرة عين لا تنقطع. قرة عين لا تنقطع بمعنى أن تقر عينه بما آتاه الله فلا ينظر إلى غيره. نعم. وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت. نعم، الرضا بالقضاء، القضاء لا بد أن القضاء والقدر لا بد أن يجري. المسلم يرضى بقضاء الله وقدره ولا يتسخط لذلك، بل يرضى بما أصابه وما آتاه الله عز وجل، سواء كان في رخاء أو في شدة، يصبر على ذلك لأنه مقضي عليه ولا بد أن يقع. ففيه هذا، فيه الإيمان بالقدر والاطمئنان إليه، وأن الإنسان إذا علم أن هذا مقدر عليه فإنه يرتاح ضميره، لأن ما قدر لا بد أن يقع سواء رضي الإنسان أو لم يرضى، لكن كونه يرضى ويطمئن هذا يكون له الأجر والثواب عند الله. وإذا سخط وتبرم فإنه يأثم ويقع عليه القدر، فالقدر لا بد منه. نعم. قال: وبرد العيش بعد الموت. بعد برد العيش بعد الموت، الراحة، برد العيش يعني الراحة والطمأنينة بعد الموت، يعني في القبر وفي الآخرة. نعم. ولذة النظر إلى وجهك. هذا أعظم شيء، النظر إلى وجه الله أعظم ما يأتي على أهل الجنة، نظرهم إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا لأن المدارك ضعيفة، أما في الآخرة فإن الله يقوي المؤمنين فيقوون على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم لتقر أعينهم بذلك، فهو ألذ عليهم من نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. أعظم النعيم، أعظم النعيم النظر إلى وجه الله. ينسون الجنة ونعيمها حينما ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم. والشوق إلى لقائك. الشوق إلى لقائك، محبة لقاء الله جل وعلا، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما ورد في الحديث. نعم. وأعوذ بك من ضراء مضرة. من ضراء مضرة، والضراء ضد السراء، فيستعيذ بالله من الضراء والضرر. نعم. وفتنة مضلة. والفتنة الاختبار، المضلة الفتنة الاختبار، فعلى الإنسان خطرا يضل بالامتحان ولا ينجح الامتحان، إذا امتحنه الله وأجرى عليه ما يجري مما يكره قد يضل ويزيغ، يجزع ويتسخط. قليل من يرضى بقضاء الله وقدره ويطمئن ويصبر. نعم. اللهم زيننا بزينة الإيمان. نعم، هذا سؤال، بأن الله يزينه بزينة الإيمان، لأن الإيمان زينة ونظرة في الوجوه وراحة في النفس وطمأنينة، فالإيمان نعمة من الله سبحانه، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. واجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا هداة في أنفسنا، هداة يعني داعينا إلى الله عز وجل، هداة يعني نهدي غيرنا، مهتدين في أنفسنا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الحديث، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وأنتم على خير.